الكلاب الكلب لا دارت لغير الرعي والحراسة والصيد ينقص الله من أجرك كل يوم شحال قيارات والقيرات كجبل واحد لا كنت الحسنات ما طيب كنت الحسنات يكون عليك جبل ديال السيئات كل نهار واش داك الغريب هذا هما الكفار ما يصلوا ما والو ما عندهم لا ولاد لا والو ما صابوا الخير حتى في واحد الشيباني يدوه الميزون دروبو والماين من العام للعام ولدها بعيده يقول ما مارك بيزو هذا هو عنده غير هذا هو عنده من لا. احنا عندنا الوالدين لا اذا فين يمشي مشاو عند الكلب يعني لا مشاو عند الكلب هما هما عندهم فراغ هما بغيت حتى في واحد كيموت كي المرفه في اوروبا ويخلي يخلي يخلي الثروه ديال الكلب للكلب للدوغ ريكس شحال عنده كيقول كي لك هذا الكلب من اغنى الاغنياء في العالم انا حساب لي باين يكون بنادم ويجيبوا لك بالنظار يعني. وعنده شكون عنده عنده رجل الاعمال منا وعنده كذا منا وعنده الزوجه ديالو الكلب منا وعنده ولداته قال لك راه حنا كينفقو على الكلب مثلا مليون دولار في العام الرحالات وكذا وكذا والاستثمارات ديالو تجيب الملاير وهذو غير خدامين عنده كلب 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 حنا وليدي ما عندنا والو احنا بذاتنا راه ما عندنا والو احنا بذاتنا ولادنا راه مشيو للبواده البي... يدوروا على الماكله ما عندك خبر ولا ما عندك خبر في الليل الناس كتمشي توقش انا انا خرجت في الليل خرجت في الليل شي خطر تمشي ونصيب السيد مسكين كبير ويبحث هكذا في الاخر اه عمي قلت له اسمه ريت دير هنا يا اسمه هو قال كاولي دي على وعسى نصيبوا شي حاجه توضرت ولا نمشيو نبيعوه انت يا عاد في السن تدور على شي سلك تصيبه باش تمشي تبيعه باش تاكل يا الامه يا الامه يا الأمة يا الأمة لذلك أنت الكلب ما عندك ما تدير به غادي تقول لي الحراسة يحرسك مناش مناش ما عندك علاش تحرس الدار خاوية غير خلي اللي بغى يدخل يدخل يحرس اللي عنده فيلا كبيرة وعنده لبيسين وعنده نعم لا لا واش بغا تحرس لي أنا ندير الكلب واش يحرس لي أنا يدخل من الريح ويخرج من الريح خاصتنا اللي راه هنا نعم. هذا الى 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 دخل كما قال كاد. <applause> ربيعه العدويه كانت كانت في واحد البويته وجا دخل واحد السراخ عيا ما يدور عيا ما يدور ما صاب والو وهي قايمه الليل يعني تشوف فيه المهم جاي يخرج قالت له, الله قلت له, له ما ما والله ما راك خارجه علاش؟ قالت له ما صبت والو بعد ما كاين والو روح بعدا دير شي ركعات وتوضا بعد ما ديت ما ديت والله ما تخرج من غير لا شي حاجه واسمه ما كاين والو قالت له كاين توضا توضا وصلى وعظات وكذا خرج من تما الاخيره قال لك من تما ما ما دار الا إيه دخل انت لدارك انت ما عندك والو غير خليه يدخل مالك انت مالك. رك ما. علاش راك خايف عندك شي ملاي دارك كان تما تخاف ولك على كل حال الا راك بالنيه أنت انك دير يعسس عليك ربما راه عندك شي حاجه الا كان عندك شي حاجه بغيتي اللي يعسس عليك لا دير دير عساس لان الامام هذاك الامام ديال ديال القراوه اللي كيقول ابو زيد ولي هو دار واحد الكلب أساس قالوا له الامام مالك يقول لك الكلب اذا درته غادي ينقص لك قدا تاع الاجر قال له يا ودي شوف لو كان الامام مالك كان حي غادي يقول لنا اتخذوا زيد سبعا للحراسه الزمان اللي بقى فيه ذوك قطاع الطرق قال له ماشي غير الكلب لو كان الامام مالك كان حي يقول لك دير النمر او لا دير السبع علاش لان فلست الاخلاق نتاع الناس قالوا الناس يتجرؤوا على الحرمات نتاع البيوت اذا الا درتو على حساب النيه ديال هذا ديروا غير يضحكوا انا ديروا الا كان زعما عندك الحراسه ربي على حساب الحراسه ما عليك والو قال خويا ما هي العلمانيه العلمانيه راني كديرها في الدرس وراني كديرها ان شاء الله نهار الجمعه في الدرس تاع راني كديرها في الدرس ديال ديال الهدايه وراني كان راني راني نتبعها راني الدرس الثاني في, في العلمانيه العلمانيه قلت لكم هو فصل الدين زيد على على امن السياسه هذا ماشي على السياسه بالسياسه هذيك علمانيه جزئيه فصل الدين على من؟ على الحياة كل شيء. على ثلاثة أنا قلت لكم على ثلاثة كنت حاضر أنت، إيوا راه كاين ثلاثة، زيد قولهم واش هما، زيد قولهم، مش واش راك واش راك تجتهد واش راك وشكت... باش تولي أنت حتى انت تدعي لسيد ربي زيد، زيد. العلمانية الأولى اللي ما كتآمن بالله ولا بشي حاجة. العلمانية الإلحادية. زيد، نعم. العلمانية الثانية هي لا كاين الله ولكن كتآمن بالله ولكن الأمور تاع الدنيا ولا ما كتدخلش في الآخرة. في الحياة كاملة، هذه الثانية. زيد لا تؤمن بالله زيد ولكن تحترم بالله وكتحترم تاع المسلمين ولكن مدار. تفصل الدين على السياسة هذه الجزئية ثلاثة نعم جزاك الله مفاجأة وزيرة الدولة الألمانية شؤون الأسرة مواطنيها تفاجئ مواطن مشاركة عمال نظافة جمع القمامة من أمام المنازل هذو الناس يعني كيبغيو يعبروا على أنهم الوزير والحكومة هم خدام الشعب هاد الحكومة سمية هي خاصها تكون خادمة للشعب علاش؟ لأن شكون اللي راه مخدمة؟ الشعب من راه تخلص؟ الأموال ديال الشعب إذا هذاك الفلوس اللي كديه مقابل مقابل اسمه مقابل وظيفة باش تخدم الشعب إذا هاد الوزيرة ملي بقات تخدم في النظافة تمشي مع النظافة أش كتقول لهم؟ تقول لهم أنا وحدة منكم أنا خادمة للشعب رواندا من رماد الحرب الى عالم الفضاء حيث اطلقت اول قمر اصطناعي لمربط المدارس بالانتريب بمجلس حقت معجزه اقتصاديه في معدل الفرد الى 30 ضعفا شوفوا هذا رواندا افارقه وقد اكلتهم الحرب ما بين تسوت سيزيد والهوتو قتلوا بعضهم بعض شوفوا ما كاينش سنوات حتى تصالحوا واجتمعوا وبلوروا برنامج تنموي حققوا فيه ما لم تحقق أي دولة رفعوا الدخل الفردي 30 ضعف والآن يطلقون قمر صناعي ليساهم في ربط الشبكات الانترنت ببيوت كل هؤلاء وبالمدارس ليدخلوا عالم الفضاء وينفتحوا على معلومات الاتصال العالم الرقمي مشاو بعيد وحنا المغرب استقل في 1956 وقع الخيرات اللي عنده وكل شيء مسلمين وكل شيء سنه وحتى المذهب واحد وحت مذهب الامام مالك ومازال اخويا حتى حاجه ما ديالنا البحر ماشي ديالنا والبر ماشي ديالنا والمعدن ماشي ديالنا وباقي ولادنا ياكلوا يرمي روحهم في البحر وياكلهم الحوت وكان اللي ياكل بالزباله وكان وكاين واش الله ماشي هذه ماشي هذا منكر آه من قلوب فرغت من الله فرقفوهم إنهم مسؤولون أسعار اللحوم الحمراء في زيادة باستمرار لدرجة وصول 80 درهم المنتجون هذا ثمن معقول هذا ثمن معقول نعم على حقاش هذا كل رمك يربي والعجول والخرفان وخاصة خاصة من يكون الجفاف راه كينفقوا عليه واحد النفقات كثيرة وكبيرة جدا تخيل تشري كبش تشريه مثلا ب 250000 ويجيب لك 25 كيلو ضرب شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ 100 درهم هو يبيعه لك ب 80 درهم ها كي راهم يديروا يربحوا كي راهم يديروا يربحوا ولذلك هذا الشيء راه معقول معقول علاش؟ لان الاسباب باش يرتفع الثمن كاينه ما كانش الشتاء اش ما كانش الماكلة كاين انفاقات كبيرة الزرع غالي كل شيء غالي كل شيء ها بالسيف يرتفع اللحم ولذلك حنا دائما نطلبوا ربي الشتاء ما تكون الشتاء تكون الدعوه واعره وثانيا ثانيا في ان شاء الله هذا 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 المغرب الاخضر فلا الاموال التي رصدت للفلاحين باش يدخلوا باش يخفوا ان شاء الله يعطيهم تعويضات باش يخفوا الاثمنه لاستهلاك المواطنين ما كانش 55 مليار درهم 55 5500 مليار صندوق طيب. للفلاح. اللي يزيد عنده العجل يعطوه 500 الف غير هما الكبار مقسموها بيناتهم ها خلينا وزا عشت هضروا على شي تاع خليونا خلينا مع القران آه راه واش بغيتو تحمقونا راه منين يصالح بعد شويه يكون في العقل ديالو انتم ما تفكرونا بهذا الشيء ها بلاد ما يجيش كاع الناس انتهاكات في المسجد الاقصى واعتداءات على المصلي واغلاق الابواب من الاذان وتعتيم دولي على الاعلام نعم لان الامه الان دخلت على مستوى الرسمي فيما يسمى بصفقة وصفعة القرن حيث اجتمع العرب كلهم على تسليم القدس إلى بني إسرائيل زيد وتصفية قضية الفلسطينية تجاهل وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي العالم النبيغة عالم الفيزياء النووي حسن السيوطي الذي حسن السيوطي الذي توفي في حادث الطائره الإثيوبية المحطمة وعيد الى وطنه لو كان مغني وممثل قام الدنيا هذا حسن السيوطي واش عالم الفيزياء واش مغربي هذا؟ مغربي مغربي انا كاع ما نقرا ولا ما راش كاع نقرا ما راني نسمع لا الاخر لا, لا, لا والو اذا هذا مغربي كان في في بيا اللي تنفجر لم يتحدثوا عنه ابدا وتخيل معي لو كان كان مثلا شي مغنيه ولا لقامت الدنيا وانا بتقول والاستاذ اللي والمعلم اللي يظل يقري ولا ولا ماشي عند الاستاذ واللي ما عندوش ما غادي تهضر ايوا ودي يا ودي يا المغرب يا ودي يا المغرب يا ودي بحضور رسمي إحنا حضور إمارات إماراتية أكاديمية تشن هجوم على صحيح البخاري واش غير غير الإماراتية الأكاديمية واش غير بعض المفكرين المغاربة واش الشيعة واش واش النصارى واش اللي هجوم هنالك هجمة الآن على صحيح البخاري علاش؟ لأنهم لا يستطيعون الهجوم على الحديث فيهجمون على من؟ على جميع الأحاديث ومنين يهجموا على الحديث واسمه؟ داروا الطرق لمن؟ الحديث ومنين يوصلوا إن شاء الله تعالى للبخاري لمن يوصلوا؟ زيد لشيوخه ومن يوصل لشيوخه لمن؟ للصحابه ومن يوصل الصحابه لمن؟ للسنه بذاتها يقول لك احنا قرانيا كاع السنه ما كايناش السنه ما كايناش ومن بعد واسمو من بعد بعد واسمو بعد واسمو من بعد من شو اسمه؟ القران كي كما يبغيو وما يبقى حتى حاجه في القران